أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وهذا موجز الثانية ظهرا من الإخبارية، أهلا بكم. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لهذا اليوم أن يطرأ انخفاضا في درجات الحرارة تصحبه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم والشرقية تمتد لمنطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوين الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق شمال المملكة. أمر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بتعزيز الجبهات لتحقيق الانتصارات ودحر مشروع الحوثي الإيراني في المنطقة، جاء ذلك خلال لقائه في الرياض مع وزير دفاعه الفريق الركن محمد المقديشي، وبالتزامن مع استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انقلابها على اتفاقيات ستوكهولم، كما أشار هادي إلى الدور المناطي بالقوات المسلحة في هذه المرحلة الحرجة مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي. أطبقت قوات الشرعية حصاراً شاملاً على ميليشيا الحوثي الإرهابية في محور صعدة من جهتي الشمال والجنوب الغربي بعد سيطرتها على الخطين الدوليين إلى منفذ علب، وأوضحت مصادر ميدانية وعسكرية أن الجيش اليمني فرض سيطرته على الخطين الدوليين المؤديين إلى منفذ علب من الجهة الشمالية والملاحيط حرض من جهة الجنوب الغربي، ونجح بمحاصرة الميليشيات في محور باقم، واقتربت من تحرير كامل للمديرية بعد أن تكبدت الميليشيا أكثر من 20 قتيلاً خلال معارك الساعات الماضية. شهدت مناطق سريان الهدنة الروسية التركية تصعيداً جديداً من قبل قوات النظام السوري ضمن سلسلة من الانتهاكات طالت تلك المناطق، حيث رصد المرصد قصفاً مكثفاً من قبل النظام استهدف مناطق وقرى في القطاع الشمالي من ريف حماة، تزامنت مع اشتباكات عنيفة بين النظام وأعوانه ضد المعارضة المسلحة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، حيث يتوقع أن يصل مسؤولون أمريكيون إلى بكين لإجراء محادثات تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية. وذكر ترامب أنه تحدث مؤخراً مع نظيره الصيني مبيناً ضرورة التوصل إلى اتفاق. وصلنا نهاية هذا الموجز، شكراً لكرم المتابعة، إلى اللقاء.